أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح أهمية المحافظة على أمن واستقرار دول الخليج العربية، مشيرا إلى أن ذلك يشكل مصلحة مشتركة تحتم تضافر الجهود وتنسيق المواقف الخليجية في مواجهة التحديات الأمنية وكذلك تداعياتها. وشدد الشيخ خالد الجراح الصباح في كلمته خلال افتتاح الدورة 13 لمجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي اليوم في الكويت على ضرورة تفعيل العلاقات القوية والروابط الأمنية والعسكرية والتعاون المتبادل لبحث وجهات النظر حول أطر التعاون بما يخص ويخدم مصالحنا المشتركة بغية تنسيق المواقف والسياسات والخطط الدفاعية لدولنا تجاه كل خطر وطارئ وفق منظور خارجي مشترك. والسعادة أن المحافظة على أمن واستقرار دولنا مصلحة مشتركة تحتم علينا تضافر الجهود وتنسيق المواقف أسيما والتحديات الأمنية وتداعياتها التي تعرض أمن دولنا وشعوبنا للخطر. الأمر الذي يتعين معه تفعيل العلاقات القوية والروابط الأمنية والعسكرية والتعاون المتبادل لبحث وجهات النظر حول أطر التعاون بما يخص ويخدم مصالحنا المشتركة. من جهته الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياري في كلمته دول المجلس إلى إنشاء قوة بحرية مشتركة ذات فعالية وكفاءة عالية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة ما تشهده دول المنطقة من تحديات ومخاطر جديدة وضمنها تصاعد المخاطر البحرية التي أخذت أبعادا وصورا أكثر خطورة وأكثر تأثيرا على المصالح الحيوية للمنطقة والعالم أجمع.